واصل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فعالياته اليوم الرابع على التوالي في دورته 12. وناقش المهرجان خلال ندوة بعنوان مناقشة آليات الحفاظ على التراث السينمائي وفنون الترميم الأفريقي أهمية الحفاظ على التراث السينمائي بحضور عدد من صناع السينما والمسؤولين. عندنا عدد من الفعاليات، انت عارف طبعا في المهرجان في فعاليات كتيرة بتبقى متوازية، مش شرط ان احنا بنعمل برنامج بحيث هو مشاهد واحد يشوف ده وبعديه ده وبعديه ده. احنا عندنا عدة قاعات فيها عدة فعاليات، اولا الافلام في المسابقات الطويلة والدياسبورا والقصيرة، دي في هنا في قاعة النيل وفي قصر الثقافة. ثانيا في عندنا الورشة فاكتوري لتطوير 10 افلام مصرية روائية قصيرة. هو بيقول ان دي مش اول مرة يجي مهرجان الأقصر، دي ثالث مرة. كل مرة بيزيد انبهاره اكتر بالمدينة وبالمهرجان، especially السنة دي لان الحضور قوي جدا في كل فينيوز، في كل الافلام، مش بس الافلام الطويلة، الافلام القصيرة والافلام التسجيلية. وابتدى يحس ان المهرجان زرع ثقافة السينما في المدينة.